محمد صلاح ودوره يا خالد في مثل هذه المباريات. انا عارف ان الكل بيسال هذا السؤال، ولكن هو سؤال مهم جدا. هو محمد صلاح دوره دور كابتن المنتخب، يعني كابتن المنتخب زي كابتن الفريق، هو انك لازم بتلم اللعيبه، لازم بيكون عندك دوافع، لازم بتديهم دوافع، لازم بتعرفهم صعوبه المرحله اللي احنا فيها وخطوره المرحله اللي احنا فيها، لان احنا زي ما الاستاذ حكيم كان بيتكلم بيقول على فكره انك قافل المعسكر كويس، والاول مره من زمان جدا ان معسكر المنتخب يكون مقفول بالشكل ده، ضبه ومفتاح الحقيقه، وده لصعوبه المرحله على فكره. كويس جدا، لان انت في هم ماتشين، وخليني اقول برضو ان هامش الخطا صعب شويه، يعني صعب التدارك طبعاً. فيه خاصة لما يكون البداية عندك على أرضك، فده الطبيعي والمنطقي اللي بيحصل سواء في المعسكر أو دور كابتن المنتخب. بقى دور كابتن المنتخب لما لاعب بحجم محمد صلاح، واحد من أهم ثلاث لاعبين في العالم، إنما يكون أهمهم دلوقتي، والأرقام بتقول كده والقيمة التسويقية بتقول كده، فبالتالي لما أنت كلاعب منتخب مصر يكون قاعد قدامك واحد أو كابتن بتاعك واحد من أهم لعيبة العالم، لا الوضع بيكون مختلف، وكمان بيدي للفرقه او بيدي للمنتخب دفعه ان انا منتخب مش قليل، هو اكيد مش منتخب محمد صلاح، انما وجود محمد صلاح ووجود مجموعه كبيره من رجاله منتخب مصر ده بيؤثر وبيكون وبيظهر دور الكابتن بشكل كويس جدا، ده اللي منتظر من محمد صلاح، وده اللي بان على فكره في شخصيه محمد صلاح مؤخرا. يمكن كان في بدايه تقلد محمد صلاح شارة الكابتن في البداية ما كانش تحس ان كان لسه الموضوع عايز منه شغل اكتر، عايز شغله حتى يبان في الملعب اكتر، بدأ في المباريات الاخيرة لا بيبان شغله، خاصة في كاس الامم الافريقية كان باين شغله جدا، كان باين بصماته جدا مع اللعيبة، واتمنى ان ده يكون موجود في ماتش السنغال بإذن الله ان شاء الله.